يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح تقسيم سورة السجدة في ركعتي صلاة الفجر؟ لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، وهذا كما قلت لكم نتيجة الكسل، أو نتيجة تطويل القراءة بالتمديد والتمطيط وما يسمونه بالتجويد، يتعب القارئ، يتعب القارئ، فيقرأ براحة وبتوسط بين المد والتمطيط وبين الهذرمة والسرعة، يقرأ متوسطا فيريح نفسه ويريح السامع. نعم.